اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، هذه حلقه جديده من برنامج احياء في الذاكره. هذه حلقه من حلقات الذين قضوا في مجزره رابعه العدويه. واذا كان هناك كثير قضوا على الارض المصريه في مواقع متعدده في محافظاتها المتباعده والمتقاربه، فان رابعه العدويه ستظل دائما هي قبله هؤلاء الشهداء التي قضى فيها معظمهم، والتي رسموا فيها على أرضها وتركوا صورا لا تنسى مع من حضر في رابعة العدوية ومن تابعها ومن حضرها وشاهدها. أيضا تلك الأسر المكلومة لن تنسى هذه الصور التي تركها شهيدهم والتي تركها فقيدهم في أنحاء المنزل وفي كل خطوة من خطوات الشارع وفي ملامح المجتمع الذي عاشوا فيه. نحن اليوم مع أسرة شهيد من شهداء مجزرة رابعة العدوية، أسرة الشهيد محمود عبد الفتاح أحمد الشهير بمحمود الزيبق. ربنا على خير وخير على الناس كلها، وكان فتح طبعا بيوت يتامى. أحد الجيران يتحدث ليس عن شخص من الأحياء، وإنما عن هذا الذي ودع دنيانا تاركا خلفه ولدان، أحدهما معتقل وثلاث بنات وتسعة أحفاد. محمود عبد الفتاح أحمد الزيبق الشهير بمحمود الزيبق، هذا الرجل الذي كان يقف بجوار الجميع المريض والفقير، حياته كلها كانت لله، شيخ كبير، وبالرغم من ذلك كان يتمنى الشهادة ولا يجلس في بيته، ولديه العذر بكبر سنه. الحاج محمود كان بيعمل عندنا هنا أسواق خيرية قدام المسجد، كان هو اللي ماسكها، كان هو اللي متوليها، كان هو بيصدر نفسه في كل حاجة، في كل أعمال الخير كان كله هو، كان هو الفكرة، هو الفكرة والباقي طبعا وراه، ولو بره برضه كان هو الفكرة وهو اللي كان بيجري وكان بيسعى، كان بيسعى بكل قلبه وحياته، كان حياته كلها لله. كان بيتميز بالإخلاص تقريبا معظم الأيام قبل صلاة الفجر بساعة فتح المسجد يعني. خلال سنوات عمره 66 أصيب مرتان بمرض السرطان وشفي منه في المرتين، وعن ذلك تحكي ابنته. هو في حالة مرضه ان هو كان مصر ان هو يقوم يصلي صلواته، حتى لو كان كان بيتألم يعني ألم فظيع، وكان بيقوم وعاوز صلاة الفجر دي عمره ما كان بيسيبها. يعني اذكر ان هو اصلا بعد ما شاف ربنا سبحانه وتعالى ان هو كان بينزل الفجر يعني يأذن قبل الاذان الاولاني وبيقيم الليل تحت في المسجد لوحده ويقرأ قرآن ويصلي الفجر وبعد كده يقعد في المسجد حبه وبعد كده يطلع. لم يهزمه السرطان ولم يهزمه ايضا الرصاص. كان الشيخ في اعتصام رابعه ويوم الفض اصيب بطلق ناري في اصبعه فقطع، فلف إصبعه بقماشة ورفض الذهاب للمستشفى الميداني، ثم أصيب بالخرطوش في كتفه وصدره، وبالرغم من ذلك رفض الخروج من الميدان، حتى أطلق عليه رصاصتين في الجانب الأيسر صرعته في الحال. وتبكي الابنة على فراق أبيها ولا تقول إلا ما يرضي ربنا. إن العين لدمع وإن القلب لأحزن وإن الفراق كأبي لمحزون. دموع غالية على فقيد غال، ولكن هذه الدموع تحمل من الصبر الكثير، وتحمل في أعماقها اليقين الكبير في أن النصر قادم والقصاص قادم. تنضم إلينا من أسرة الشهيد محمود عبد الفتاح أحمد الزيبق زوجته الكريمة الحاجة هدى حسن وابنه الأستاذ محمد محمود. أبدأ بزوجته الكريمة، يعني اسمحي لي أتقل عليك شوية وتحكي لي عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية. نعرف أنها مجزرة تاريخية لن تنسى من ذاكرة التاريخ المصري بل والتاريخ العالمي، لكن أكيد عندكم سايبة أكثر من أثر. إزاي استقبلت هذا الخبر وإزاي عرفتوا بأنه قضى الشهيد محمود عبد الفتاح أحمد في هذه الأحداث؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يوم فض رابعة، احنا قمنا من النوم الساعة 7 لقينا الأحداث في التلفزيون مرعبة خالص والله.
اللي بيتقتل واللي يعني منظر كان يشيب، منظر كان يشيب خالص. فاحنا ما عرفناش بالحاج محمود ده قبل المغرب بالليل، ما حدش يعني هم كانوا عارفين من المغرب بس ما حدش قال لنا بالليل اللي هو يعني ايه استشهد. وانا بالنهار كل شويه نتصل بيه ما كانش غير متاح، التليفون بتاعه كان غير متاح. فجي اخوه الحاج طه جالنا بالليل متاخر بالليل، ما رضاش يقول لنا بالنهار عشان ايه ما نتعبوش ما يبقاش اليوم طويل علينا. قال لنا ايه ده الحاج محمود صاب واستشهد في رابعه. فانا صراحه ساعتها كنت تعبانه من طول النهار عن المناظر الواحد كان بيشوفها في فرد رابعه، القتلى اللي الواحد كان بيشوفها، كنت تعبانه خالص يعني ما كنتش قادره. اما عرفت الخبر صراحه يعني طرقت كده في الارض ما حسيتش بنفسي. اغمى عليكي. فوقوني وكده. فقمت يعني استغفرت ربنا ودعيت وكده يعني الحمد لله ربنا صبرني يعني الحمد لله. وربنا يعني هو كان يعني يتمنى الشهاده. فالحمد لله ربنا هو كان دايما في رابعه. حاج هدى، حاجه هدى ما كان دايما موجود في رابعه من الاول لحد يوم الاستشهاد يوم فض المغرب. ايوه كان موجود هو طول شهر رمضان موجود في رابعه. كان بيجي زياره بس كده يوم ولا اتنين ويروح تاني. كان بيحكي لك ايه عن رابعه؟ كان والله هو كان مبسوط خالص هناك يعني بيقول ان شاء الله مش هنيجي بالنصر الا بالشهاده، يعني الشهاده يا النصر. يعني مش هنيجي من هناك الا حتى كان يوم اخر مره زارنا فيها كان تعبان وكان راح كشف عند الدكتور قلت له طب اقعد يومين يعني على ما تخف وما رضاش. يعني هو كان متوقع ان ممكن ان يصاب بضرر في هذه في هذه الساحه ساحه يعني رابعه العدويه، كان متوقع لانه بيقول لك الشهاده متوقع او النصر. متوقع ايوه كان متوقع وكان يعني مسلم امره لله، قال هي الشهاده يا النصر ان شاء الله مش هنيجي الا بالشهاده يا النصر. هو يوم يعني اخر مره بقى مشى فيها دي كان تعبان والله وكشف عند الدكتور بس ما رضاش يقعد برضه. هو تعبان. انا سمعت انه كان مريض بالسرطان فتره طويله جدا، ايه قصه السرطان معاه؟ كان عنده امر بالسرطان وكان بياخد كيماوي وعمل عمليه يعني شال الطحال. يعني وعلى الرغم من ده كله يعني فضل فتره ال 38 يوم دول في رابعه العدويه. كان موجود هناك على طول. يعني اقول له طب اقعد يومين قبل ما تخف وكده، يقول لي لا ان شاء الله هنروح. واخر مره مشى هو وجار هو اللي هو محمد. مشى بعد صلاه الفجر يوم الاثنين بعد صلاه الفجر، يعني قعد الاثنين والثلاث وحصل فض رابعه ده يوم الاربعاء. ما كانش يعني في اي يعني خاطره بتيجي على بالك انه ممكن انه يصاب بضرر؟ ساعات الانسان بيبقى عنده احساس، خاصه قلب الزوجه وقلب الام وقلب الولاد القريبين من هذا الشخص. كان عندك في خاطر كده في ذهنك او بيجي على بالك انه ممكن يصاب بخطر؟ قلبك مقبوض بالمعنى اللي احنا بنقوله؟ يعني انا كنت مطمنه يعني لان هو بيجاهد في سبيل الله، يعني مش هو بيجاهد في سبيل الله. ازاي في سبيل الله؟ فانا يعني كقلب مطمن ما كانش في اي حاجه يعني. ما كنتش متوقعه يعني اللي هيبقى فيه المجزره دي. يعني زي ما كل كان متوقع ممكن يحصل مشاكل على اللي هي ابواب اللجان الشعبيه زي ما حصل مثلا في الحرس الجمهوري، طبعا ده كان يوم ماساوي، ولكن في اللي حصل في المنصه، انما بهذه المجزره البشعه ما كانش حد يتخيل ابدا يعني. لا ما كانش واحد يتخيلها لان هم كذا مره يقولوا ده احنا هنفض رابعه ده احنا هنعمله وما يحصلش. واحنا ما كناش متوقعين صراحه الموضوع هيبقى كبير قوي. طيب اسمحي لي اكلم ابن حضرتك الاستاذ محمد محمود وابن الشهيد محمود عبد الفتاح احمد الزيبق. استاذ محمد اهلا بيك. أهلا بك يا أستاذ. عدد الأبناء كام للشهيد محمود؟ ثلاثة بنات واثنين شباب. ثلاثة بنات واثنين ولاد شباب. اثنين شباب. حضرتك الأكبر؟ أنا اللي لا ليا أخ أكبر مني. أخوك الأكبر منك فين؟ هو مش موجود يعني، هو مش موجود دلوقتي. نعم. هو مش موجود معاكم؟ لا مصعب معتقل من يوم فض اعتصام رابعه. مصعب معتقل من يوم فض اعتصام رابعه. هو
وفي الحقيقة أنا عارف ده من الأخبار، لكن حبيت أتأكد منك عشان في الحقيقة أنت يعني هذا تحقيق للأخبار. ليه معتقل؟ يعني هو كان موجود في رابعة واعتقلوه من رابعة؟ ولا بعد كده بشوية؟ لا، هو معتقل من اسكندرية. معتقل من اسكندرية؟ معتقل بعد ما هو معتقل من اسكندرية. سمعك اتفضل. هو معتقل من اسكندرية من قدام المديرية بتاعت سموحة، كان معدي، هو ما كانش في حاجة، كان معدي بعد ما دفن والده، يعني بعد ما عرف ان والده استشهد في 14 اغسطس هو اتقبض عليه بعد كده. بعد ما الحاج هو الحاج في هو الحاج يعتبر كلم، هو الوحيد اللي كلمه هو مصعب. صوت وان شاء الله باين كده يعني استشهد يعني شبه يعني كده خلاص يعني. يعني كلمه بعد ما اتصاب الإصابة الخطيرة اللي هي كلم مصعب جه بقى في الطريق اللي هي في الجنب، الرصاصتين اللي هم في القلب. قال له ايه طيب؟ يعني وصاب حاجة؟ قال له حاجة؟ اللحظات الأخيرة دي بتبقى لحظات صدق، ما حدش بيعرف يكذب فيها. مش سامعك للأسف. طيب انا ارجع للحاجه هدى حسن. حاجه هدى زوجة الشهيد محمود والد الاستاذ محمد، اللي اخوه مصعب معتقل بعد ما والده استشهد في رابعه العدويه. وده على فكره مش اول حاله، دي حالات كتيره جدا بهذا الشكل. اسره واحده منها شهيد ومعتقل وناس مطارده مش موجوده في بيوتها، الاخ والاخت. يعني احنا بنشوف في الحقيقه يعني اسر لو انت ما تعرفهمش او لو انت ما درستش حالتهم الاجتماعيه او سيرتهم الذاتيه في المجتمع تظن ان هؤلاء اخطر بشر على مستوى العالم، في حين انك بتجد كده ان واحد يعني زي اللي احنا بنتكلم عنه، واحد فاتح بيوت غلابه زي ما بيقولوا برزق ربنا يعني سبحانه وتعالى، اسواق الخيريه هو صاحب فكرتها، هو دايما يجمع الناس في الخير والبر، بيفتح المسجد قبل الفجر بساعه. ناس كتير قوي عد من ده كتير، هتلاقي ابنه معتقل وتلاقي اخوه التاني مش عارف فين وبنته مش عارف مطروده من الجامعه، مفيش رحمه حتى البيت اللي فيه شيء. يعني كان في جدعانه كده في الموضوع زمان، ان لا كفايه قوي ان ابوه مات او كفايه ان اخوه مات سيبهم بقى في حالهم. لا، مفيش رحمه دلوقتي. اللي مات بعده معتقل والمعتقل بعده طرد والمطرود ما يدخلش البيت، هو كده يعني يوصل لحد فين وعشان ايه؟ طب الكلام ده لو هو فعلا خطر على المجتمع، طب نتيجي ندرس خطورته تلاقيه زي ما احنا بنشوف. ادي القصص وادي الحكايات وادي ملامح الناس اللي احنا بنتكلم عنها. نرجع تاني للحاجه هدى ولا الاستاذ محمد رجع لنا؟ الحاجه هدى حسن زوجة الشهيد محمود. طب انا عايز اسال حضرتك يا حاجه هدى، هو يعني الحاج محمود الله يرحمه كان سنه مقارب على 67 سنه وراجل صاحب مرض، ايه اللي جبره يعني انه يروح يقعد مع الشباب في الرابعه العدويه؟ عشان عايز الرعايه، عايز الدين، عايز كويس، ما يبقاش في ظلم وطغيان. ظلم كتير قوي، والناس مظلومه صراحه، ما فيش حد مرتاح في بيته. يعني ليه كده يعني؟ هو كان اخوان مسلمين ولا حاجه، ولا كان يعني راجل ملتزم في حاله؟ اخوان مسلمين؟ لا، هو كان من الاخوان. هو اولاده ولا هو بس؟ لا، كلنا الحمد لله يعني كلكم اخوان مسلمين، كل العيله تعتبر يعني. طيب خلينا لله. قبل الانقلاب ده، قبل ما الدكتور مرسي يمسك الحكم، قبل الدخول في متاهات السياسه دي، الناس كانت بتحبكم قوي؟ الناس كانت بتحبنا قوي وما زال بيحبونا، يقولوا لا انتوا مش زي الاخوان التانيين، انتوا حاجه تانيه. فمش عارفه ازاي يعني. طب ما هم قايلين برضو الاسره قبل كده كانوا معانا، انتوا غير الاسره التانيه، واول الاسبوع اللي فات لسه قايلين برضو الناس التانيين نفس الكلام. يعني ما انا بسمع ده من كل اسره، اقول لهم هم بيحبوك ولا؟ يقولوا لا بيحبونا احنا، ويقولوا على التانيين وحشين او هم ارهابيين التانيين. محمود ده مش زي الناس التانيه. طب ما هو من الاخوان وطول عمرهم الاخوان بيخدموا. طب ليه كانوا بيحبوا الحاج محمود الله يرحمه؟ ليه كانوا بيحبوه ليه؟ من وجهة نظرك يعني؟ هو يعني طيب وبيحب الخير للناس صراحة، وبيساعد الفقير والمريض. يعني كان في ناس بتبقى
مرضى ما بيعرفوش يعني ما بيقدروش يجيبوا الروشته بتاعت العلاج بتاعتهم، كانوا يجيبوا الروشته والحاج محمود كان يعني بيصرفها لهم. يعني مثلا البنات بتبقى يتامى ومش عارفين يعني يشوروا في جوازهم وكده. بيقولوا في جنازته كان في ناس غريبه، يعني لما تابعت جنازته في الحقيقه يعني كان بيقولوا في ناس غريبه ما تعرفوهمش، ماشيين لم لم لا من المنطقه ولا أيوة انتوا اتعاملتوا معاهم، ده حصل فعلا؟ ايوه كان في ناس كتير قوي في الجنازه بتاعته. ليه بقى مين دول؟ في ناس ما تعرفوش تسمع عنه بس. يعني في ناس ما تعرفوش شخصيا وتسمع عنه بس وماشوا في الجنازه، كانت الجنازه يعني بسم الله ما شاء الله كانت كبيره قوي يعني. ربنا يرحمه ان شاء الله، الجنازه شاهد. طيب هو الحاج الاستاذ محمد الخط اقدر اسمعك تاني ولا ايه؟ طيب استاذ محمد، يعني كنا بنتكلم على موضوع الاعتقال لمصعب، يعني انت الاخ هم اخين ولاد والباقي بنات، تلات بنات، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا. لكن مصعب معتقل، ايه اخبار اعتقاله؟ هو في سنه كام او سنه قد ايه؟ هو في كليه، في كليه هو عبد الله، وسنه 21 سنه. 21 سنة معتقل من 21 سنة من بعد أحداث رابعة في اسكندرية. في اسكندرية معتقل في برج العرب. برج العرب تهمته إيه بقى؟ تهمته إن هو ما فيش، هو ما فيش تهمة دي. لا هم موجهين له إيه؟ يعني يسيبنا من الواقع، إنما هم موجهين له تهم إيه؟ هو كان قايلين له على الأول تهم اللي هو كان مظاهرات، وكان حاطين له سلاح، كان حاطين له لقم يعني لجماعه، يعني كانت دي التهم الاولانيه بتاعته يعني. طب يعني انا دلوقتي لو انا مثلا حالا دلوقتي واحد بيتفرج على هذه الحلقه او شاهدها يعني، وكان زميل مصعب في الجامعه او جيرانكو وشافوه وهو محطوط قدامه سلاح على الشاشه والظباط عمالين يقولوا ده الراجل الارهابي هو، عشان تصدقوا ان هم ارهابيين، تفتكر صحابه ممكن يصدقوا ده؟ أهل المنطقة ممكن يصدقوا الشاشة والأسلحة اللي قدامه ويكذبوا 20 سنة الراجل ده عايش بينهم؟ طبعا مستحيل حد يصدق على مستحيل في حد يصدق اللي ده ابن الحاج محمود، اللي هو يشيل سلاح أو ينطق لفظ وحش على حد أو يشتم حد أو يمشي في يقعد في حد. ليه مستحيل؟ ليه مستحيل؟ لأن اتربى تربية على الإسلام على الدين، وتربى في وسط الإخوة، والحاج كان مهتم قوي بتربيتنا وقراءة القرآن وأسلوبنا مع الناس. هو مصعب محافظ أيضا على صلاة الفجر مع أبوه وكده وكلكم؟ نعم. يعني طبعا الحاج علمنا موضوع الصلاة في جماعة دي مهمة جدا. كان بيقعد في البيت يعلمكم، يعني بيقعد يربيكم تربية على الإسلام، بيقعد معاكم يعني كل أسبوع كل أسبوعين؟ كان بيقعد معانا الحاج، كان له قعدة يعني أسبوعية معانا بالنسبة دي أساسية، أما كل يوم كان يكلمنا على طول يعني على إزاي مش هينفع يشتغل غير لما تعبد ربنا أو تصلي، أو ما ينفعش المعاملة عشان الناس برضو تراعي ربنا في كل حاجة، وعشان ربنا يرزقك بالحلال. كان مدخل دين في كل حاجة. وكان ممنوع وهو قاعد معانا، ممنوع حد يتكلم في غيبة فينا، ممنوع حد يتكلم على حد. وبعدين الحاج كان يعني من طبعه ما كانش يسيب حاجة في المنطقة أو بره المنطقة غير لما بيروحها، سيان فرح. طيب يعني يعني والدك الحاج محمود الله يرحمه كان من الإخوان المسلمين، هل ما علمكوش إنه لابد من تغيير الحكم بالسلاح؟ لابد من تغيير نظام العالم بالجهاد، الجهاد المسلح زي مثلا تنظيم القاعده؟ في جماعات اسلاميه بتعلن ذلك، في جماعات اسلاميه تعلن انها ليست مع النظريه الاصلاحيه ولكن مع النظريه المسلحه في التغيير، انما الاصلاح في التغيير. هل ما كانش بيقول لكم ده؟ يعني كان بيعرفكم ده ازاي؟ لان برضه هم بيتهموا الاخوان ان هم فكرهم فكر عنيف، تغيير بالسلاح، تغيير بالعنف، وفي الحقيقه اللي احنا قريناه انه جماعه الاخوان جماعه اصلاحيه. لكن الان نحن نسمع كما كنا نسمع في الستينيات ان دي جماعه ارهابيه بتستخدم السلاح في التغيير. هل هو علمكم كده؟ عشان انتوا اسره اخوانيه انا عايز اسالك السؤال ده. لا هو الحاج عمره ما اتعامل مع لا هو الحاج كشخصيه عمره ما اتعامل معانا
بالنوع من ناحيه العنف ولا الحاجات دي، ولا اتعلمنا على الحاجات دي على طول. اصل الحاج انا اتربيت مع في وسط الاخوان وفي وسط الجامعات دي، بالك عمر ما في واحد لفظ اللي هو يبين للناس اللي هو احنا عندنا سلاح ممكن نتعامله بالسلاح او نتعامله بالعنف او نرد السيئه بالسيئه. عمر ده ما كان طبيعينا ولا طبع الحاج يعني. انا اللي اعرفه ان جماعات الجهاديه المسلحه كانت بتاخذ على الاخوان، ده اللي قراناه في الكتب، الا اذا كانت الكتب دي بقى احنا يعني تثقفنا غلط وقرينا غلط. يعني احنا دلوقتي ايه مش عارفين يعني نتكلم ازاي او نجمع الفكر ازاي. تناقض بين هذه الاقوال وبين اللي بيحصل محتاج الى وقفه جديده بالفعل. طب انتقل الى شقيقتك الاستاذه رقيه محمود بنت الحاج محمود الله يرحمه، وهي معنا عبر سكايب ايضا. طيب استاذه رقيه احكي لي على يوم الاستشهاد، كيف استقبلتم هذا الخبر؟ احنا على الفاجعه، فاجعه قد رابعه، فالواحد يوميها كان حاسس ان هو مش قادر يصدق ان هو في مصر، مش قادر يستحمل هو بيشوف التلفزيون ده ان ده حقيقه. بس انا الصراحه الخبر نزل عليا كصاعقه من السماء كده، حاجه نزلت عليا ما كنتش قادره اصدق يعني. بس الحمد لله يعني الواحد قادر ان هو يتماسك كده، وربنا نزل علينا الصبر كده والثبات. وكان هدفي بعد كده ان انا اطمن على والدي ان هو ان شاء الله يكون نال الشهاده ويكون ان شاء الله في الجنه. هو يعني كنت اللي بدور عليه بعد كده ان انا اللي شافه يقول لي على البشريات اللي شافها فيه يعني. فاتصلت باخويا تاني يوم وقال لي، قلت له انت شفت بابا؟ قال لي اه انا شفته منور اهو. وبعدين يوم الجنازه احنا نزلت انا وماما واخواتي وشفناه وقبلناه واستودعناه ربنا. والحمد لله يعني كانت ريحة المسك بتفوح منه يعني، وحتى جسمانه يعني لما كانوا بيشيلوه من هنا لهنا كان رجله بتتنى من كتر ما جسمه كان لين يعني. فإن شاء الله ربنا يتقبله بالشهداء يا رب، وينتقم من القاتل ومن الظالم، وإن شاء الله النصر القادم لا محالة بإذن الله. طيب ايه اللي بخلي عندك اليقين ده؟ يعني المفروض الانسان لما بيفقد عزيز لديه في اي احداث ربما يراجع نفسه مره اخرى، ربما يقول يا ريتني ما مشيت في هذا الطريق، يعني ما ضرني لو قد كتمت وكلما زاد الاسى بالغت في الكتمان. يعني ساعات النفس بتقول كده. اتفضلي. لا والله انا بعد اللي شفته كتير من سيره الناس اللي استشهدوا وقد ايه ربنا اصطفاهم واختارهم، حسيت ان هم يعني ايه ربنا اختار الناس المتميزه كلها اللي اخلاقها ما شاء الله. فعشان كده انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى اختار الناس دي لحاجه خير هيجي بعد كده ان شاء الله، لان نصر الله قريب. وبابا كان دايما يقول لنا ربنا هيقضي امره، يعني كنا احنا نحس ان الدنيا كده مش شايفين امل قدامنا او شايفين الدنيا عماله الظلم عمال يزيد، كان يقول لنا ان شاء الله ربنا هيقضي امره، وان شاء الله كده عمر الظلم كده ما هيستمر ابدا يعني. طيب يعني انا شايف حضرتك دايما بتتكلمي والاسره كلها بتتكلم بالقران والدين، انت شايفه الموضوع ده بالدين ازاي؟ يعني كيف هو، اين هو مثلا في السيره النبويه؟ يعني ازاي شايفين الاحداث دي في السيره النبويه؟ ازاي شايفينها في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ واخدين ده منين؟ يعني عشان اللي مش عارف يعرف، وممكن تكونوا صح او غلط نسمع منكم. للأسف في تعذر في التواصل. طب تسمعيني دلوقتي تاني أستاذة رقية؟ أيوه. أستاذة رقية حضرتك متزوجة؟ أيوه عندي 3 أولاد. ما شاء الله، هتربيهم على إيه؟ على نفس الطريق اللي أنت فقدتي أبوك فيه؟ والله انا اللي بتمناه ان انا اربي ولادي على اللي بابا ربنا عليه. انا نفسي ابقى حاجه منه كده، بس
لان بابا كان معانا مش مجرد اب يعني، كان معلم بالنسبه لنا وموجه كل حاجه في حياتنا، بيوجهها للاسلام وللاخره يعني. تيجي يجي يكلمنا في حاجه انت هتنفعك في اخرتك دي كده، ما كانش في حاجه بيربطها بالدنيا بس، كل حاجه في الحياه كان بيربطها بالاخره. فانا نفسي اخد منه ولو حاجات قد كده ان انا اربي بيها اولادي. نعم، يعني انت هو ده اللي خدتيه من والدك، انه رابط حياتكم كلها بالاخره، يعني حتى في جوازكم وحتى في تربيه الاولاد والاحفاد، هي دي كانت قصته. طيب اعود مره اخرى للحاجه هدى حسن زوجة المرحوم محمود عبد الفتاح احمد الزيبق، وهو من مواليد سنة 47 وكان شغال مقاول معماري وله ولدان أحدهما معتقل هو مصعب، ومعانا الثاني الأستاذ محمد محمود. أستاذ محمد، طيب يعني أنت شايف معايا الحاجة هدى، معذرة الحاجة هدى، إيه اللي منزل عليكم الصبر والثبات؟ يعني إيه اللي مخليكم بتتكلموا وأنتوا عندكم يقين كده إن هو في خير في اللي حصل؟ فين الخير في اللي حصل إذا كنت فقدت زوجك وهم فقدوا أبوهم؟ شايفين الخير من أي زاوية ومن أي ناحية؟ رغم السمع السؤال قوي. طيب أنت شايفة اللي حصل ده خير ولا مش خير؟ لا هو خير إن شاء الله. إزاي؟ وإن شاء الله خير، وربنا هيجيب لنا النصر إن شاء الله، بعد صبرنا كده إن شاء الله النصر هيجي بإذن الله. يعني أملنا في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيجيبهم مصر ان شاء الله بعد صبر كده ان شاء الله. طيب والناس دي تفتكر القصاص، يعني اللي منهم الحاج محمود الله يرحمه، حقه ممكن يرجع ازاي؟ هو لو ما رجعش من عند العبد ان شاء الله هيكون موجود عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ما خدناهوش من العبد هناخدوه من عند ربنا ان شاء الله، ربنا مش هيسيب لنا حقنا باذن الله. باذن الله. مطمنه يعني قلبك مطمن؟ ان شاء الله. طب طالما ربنا سبحانه وتعالى موجود خلاص ما ننعش هم اي حاجه ان شاء الله. طيب بتنزلوا مظاهرات لسه وبتقولي لاولادك ينزلوا مظاهرات ولا بدات تخاف عليهم شويه؟ لا ابدا انا ما بخافش على حاجه، اللي مكتوب هو اللي هنشوفوه ان شاء الله، مكتوب ربنا هو اللي هنشوفوه. هلا ربنا كاتب لهم اللي هم يحصل لهم حاجه يحصل لهم، من غير مظاهره ومن غير حاجه هتحصل لهم، مش هنربط نفسنا في البيت يعني عشان نخاف، لا الحمد لله ما منخافش ان شاء الله يعني. انت اصلا اسكندرانيه مش كده؟ اسكندريه. منين في اسكندريه؟ من السيوف. من السيوف، المنطقه دي شهدت احداث كثيره جدا. عندنا في الشارع يعني احداث كثيره، شهداء ومعتقلين كتير قوي المنطقه بتاعتنا، معتقلين ياما يعني معظم المنطقه بتاعتنا معتقله. عشان هي منطقه يعني ساخنه وفيها ناس كتيرة بتخرج مظاهرات ومصممين في الحقيقة. طيب لو ليك رسالة حاجة هدى تقوليها لمين؟ نعم. لو ليك رسالة تبعتيها لأي حد في الأحداث دي، في اللي حصل سواء في فقد زوجك. قطع الاتصال. طيب الأستاذ محمد محمود، اتصال جاهز معك؟ معاك يا طيب أستاذ محمد، لو هما يصبروا إن شاء الله والنصر جاي ما يقلقوش يعني، الموضوع حتى لو طول شوية مش يعني الموضوع حتى لو طول شوية ما يقلقوش، النصر كده جاي إن شاء الله، أملنا في ربنا سبحانه وتعالى. اللي قتلوه تقول لهم إيه طيب؟ طيب أستاذ محمد والد ابن الشهيد محمود، أستاذ محمد لو ليك رسالة أيضا كابن وكأخ لمعتقل، كابن لشهيد وأخ لمعتقل وصديق لكثيرين ماتوا وأيضا اعتقلوا، ماذا تقول؟ هقول إن شاء الله إحنا مكملين وحق إن شاء الله وحقنا مش هنسيبه إن شاء الله ربنا يخليك. مش هنسيبه دي ممكن حد يفهمها إن هي يعني لا مش هنسيبه اللي احنا مش هنسيبه احنا هنقتله زي ما قتلوا، لا طبعا مش دي اخلاقنا، احنا ما تعودناش على كده او ما طبناش عليه. انا هرد عليهم طبعا واخد بالك، هنقول لهم احنا حقنا تيجي ان شاء الله بالقصاص، واخد بالك ما خدناهوش في الدنيا هناخدوه في الاخر، وبعدين احنا الحمد لله ربنا جعل لنا شهيد يعني مش هيحصل فيه 70 من الاخر بالك، وبعدين دي حاجه يعني كويسه للحاج
تمنى بقاله بتاع 35 سنه بيتمناها يعني. فدي يعني بيتمناها بس كان يتمناها يعني ليس على يد ابناء وطنه وابناء بلده وبني جلدته وبني دينه، كان يتمناها على ابواب الاقصى بالتاكيد ضد الصهاينه كما طبعا. تحدث كل الشباب الذين قضوا كانوا بيكتبوا على الفيسبوك اني ادعو الله سبحانه وتعالى ان اجاهد وانال الشهاده على ابواب الاقصى. ده حلم اي مسلم حقيقه، حتى لو مش ملتزم يعني، حتى المسلم اللي ما بيصليش ومش ملتزم ومقصر في دينه وكلنا هذا الرجل، لا عند الشهاده كله يتمنى، يقول لا انا اتمنى لو عندي موت اتمناها، اتمنى اكون على ابواب الاقصى بدافع عن القدس الشريف وبدافع عن شرف الامه في هذا المكان لانال الشهاده وهي خير الشهاده. لكن ما حدش يتوقع ابدا حتى في عصر مبارك انه كان يموت الموت الشنيعه دي بهذه الطريقه اللي فيها نوع من الغل والحقد وموت الضمير ايا كان هذا المقتول. طيب نعم. تحب رسالتك تقولها لمين يا استاذ محمد؟ رسالتي هقولها للناس اللي هم ظلموا دول وقتلوا دول واستكبروا في الارض دول، هبلك هنقول لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. ما يفعلوا الظالمون، نعم. فان شاء الله حضرتك مكملين ودي يعني هو كان الحاج ما كانش ينفع يموت غير موتها بالله في الشهاده دي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد محمود. وأشكر زوجة الفقيد الشهيد محمود زوجته الحاجة هدى حسن، كما أشكر ابنته رقية محمود، كانوا معنا في هذه الحلقة. لكن في الحقيقة أنا يعني هو في سؤال سنرسله إلى السلطة الحاكمة، سؤال بس عايزين منه إجابة، عايزين من هذه السلطة إجابة. احنا كل ما نسأل حد من الذين فقدوا عزيزا لديهم في هذه الأحداث ومات لهم أعزاء وأشقاء أو آباء أو أمهات أو أخوات، وكل ده حصل على فكرة، أو أطفال، بنلاقيهم مصممين على استكمال الطريق ومصممين على استكمال المظاهرات. طيب يبقى الموضوع ده مش هو الحل، هذا الموضوع ليس هو الحل مع هؤلاء، دول شايفين برؤية معينة بتخليهم مش باكين على حاجة، وشايفين اللي بيحصل ده دين، وشايفين اللي بيحصل ده استشهاد. ستزيد في القتل، سيزدادون تصميما وإصرارا، لأن لهم هدف، هم فكرهم كده، وما زالوا يفتحون صدورهم عارية ويستقبلون الرصاص بالصدور العارية. طيب هل هذا يستدعي إعادة تفكير من السلطة الحاكمة كيف يتفاعل مع هؤلاء مرة أخرى من أجل مصلحة الوطن؟ هذا سؤال نطرحه على كل الأطراف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع ظهرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي.